التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الأعزاء من أرضية ميدان سيح العراد لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. شوطنا الخامس ينطلق مخصص للأبكار الفطايم، 1500 متر مسافتنا المقررة في هذا الشوط. شكرا جزيلا للداعمين لهذا الصندوق، صندوق الميدان اللي قدم لنا اليوم هذه الرموز الجميلة وكذلك الشواذر الجميلة ومادة الزعفران. بيض الله وجوهكم وفالكم الناموس دوم، هكذا نبحر وإياكم مع مجريات وأحداث هذا الشوط. أتقدم مباشرة مع انطلاقة الزاهية، سالم بن حمدان الدرعي يتقدم على صدارة الشوط، بينما المركز الثاني الطليلية حميد بن فيصل بن حميد بن ذيبان الدرعي، المركز الثالث يحمل تحديات شاهنية مع يوف بن سعيد الدرعي، وصلت شقرة في هذه اللحظات محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي، بينما المركز الخامس القدوم يأتي من الشاهنية محمد بن سيف بن علي الدرعي، وهناك ما شاء الله أسماء أخرى. عطني لقطة على الأسماء القادمة من الصفوف الخلفية، الكل يبحث عن الناموس والكل يبحث عن الفوز والانتصار. أعود إلى الزاهية، معك يا سالم بن حمدان الدرعي القادمة من ميدان الزاهية التي تقدم لنا عرضا جميلا ومثيرا، ولكن شوف اللي قادم، شوف اللي بدلت. الطليلية الطليلية الطليلية، حميد بن فيصل بن حميد بن ذيبان يقدم لنا الطليلية. يا سلام، أجمل تقديم إلى هذه اللحظات بدون أي توامر، العصا مركوزة، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات الطيارة سليم بن عبيد الدرعي، هناك شعار عزيز بن علي بن سبيع على المستوى الثالث، ولكن الأمتار الأخيرة جولة الأوامر النهائية. يا سلام يا سلام، غيرت الطيارة سليم بن عبيد الدرعي، الطليلية ومحاولات الجولة الأخيرة، الطليلية ومحاولات الجولة الأخيرة. إذا لا زالت الطيارة، لا زالت الطيارة، تهانينا والناموس المالك الطيارة سليم بن عبيد الدرعي، أسعد الله صباحك هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس المالك الطيارة سليم بن عبيد الدرعي وأسعد الله صباحك. التوقيت الزمني لحظة وصول الطيارة 2:08 18 جزء من الثانية، بينما المركز الثاني اللي قدمت عرض تشكر عليه تابعنا الطليلية لحميد بن فيصل بن حميد بن ذيبان، بينما المركز الثالث الجذابة عزيز بن علي بسبيع، المركز الرابع شاهنية محمد بن سيف بن علي الدرعي، وفي المركز الخامس تابعنا أيضا الشاهنية علي بالويه الدرعي. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين، نخص بالتهنية مالك الطيارة سليم بن عبيد الدرعي.